بون السلام عليكم خوتي شعب جزائري 48 ولايه، معكم اخوكم الياس الليج الجزائر العاصمه. اليوم انا متواجدين في تيزي وزو لنثبت ان هذا النظام لن يستطيع عزل منطقه القبائل سياسيا، بل النظام سيعزل سياسيا. وجينا نقول لكم باللي منطقه القبائل الاحرار ما ناش حابسين يا ولاد بيجار، ويسقط سيستم العار، وباذن الله ما ناش حابسين، وتحيا الجزائر بشعبها الحر. ديكاج سيستم العصابات والقبائل والجزائريين خوا خوا عرب وامازيغ، ما كانش لي قبيلي ني امازيغي، ما كان لي عربي ني شاوي، ما كان لي علماني ني اسلامي، كاين يتنحاو نظام العصابات، يتنحاو السراقين. ديكاج ولاد فرنسا، سلام. من بلاد القبائل الاحرار، ارض الشهداء والمجاهدين، نقولوا لولاد بيشار ولاد عبان ما همش حابسين، على طريق نكملوا المسار، وبربي ان شاء الله ما ناش حابسين. كما قال مؤتمر الصمام، تبقى الجزائر الجزائريين، دوله مدنيه والشعب اللي يختار، حكام يكونوا شرعيين، نحو الاستعمار، وبربي ان شاء الله ما ناش حابسين. حتى من تتحرر صحافة العار والعدالة من دوك اليدين، ونحي ولاد بيجار، وتقوم دولة مدنية للشعب الجزائري ما ناش حابسين.